نهار المقابلة الطرنجي كان حاطط في حساباته كل شيء، وخاصة مشاكل التحكيم اللي ممكن تلعب دور كبير في المقابلة، لأن الحكم ظهر سوء نية كبير بعد ما أقر شرعية الهدف في نهاية الشوط الأول رغم وجود تسلل واضح. الهدف هذا أعطى أسبقية معنوية للفريق الأنغولي، وحب بالتالي الحكم يكمل مزيته وقت ما أهدى ضرب الجزاء خيالية ضد راضي الجعايدي. أنا حطيت ورايا ورا ظهري. مستاي شكور الأربيتر ظلمنا برسا اليوم، عمل فينا اليوم الأربيتر. الحمد لله يا ربي، ربي حب الحق. بالفعل ظهر الحق، لأن شكري واعر ضرب موعد جديد مع التاريخ وتصدى لضرب الجزاء رجع بها الثقة لأصحابه. قبل ما يتمكن سفيان المليتي باش يسجل هدف قاتل رجع به حق الترجي وأحقيته في الفوز باللقب. هاللقب اللي كان عنده وقع خاص وفرحة كبيرة لملاعبية الترجي ومسيرين متاعه ومدربه. اللقب هذا كان هام أيضا بالنسبة لشكري الواعر وزيادة المساني اللي بدأوا يخموا في الاعتزال. شكري الواعر اليوم أتممت لكم ألقابكم إلى جمهور الترجي الرياضي التونسي، زدت لهم كل شيء. ما زلتش تعطيهم حاجه؟ لا كمل سنين ونزي. علموني قبل ما ناخذ قرار في مؤسسه ولا مجموعه ولا واحد، يظهر لي واحد لازم يتحدث مع السوبرير نتاعو، عارف يظهر لي باش نعمل محادثه مع رئيس الجمعيه ومن بعد خرج قرار. ما نجمش معناتها احتراما، ما نجمش واحد يخرج قرار وحده. بالكاس هذه رجع الترجي الرياضي نهار اثنين، وبالتالي يدخل في سجل الافريقي من الباب الكبير ويصبح اكثر فريق تونسي تتويج واول فريق افريقي يحرز كل الالقاب الممكنه. الجمهور اللي يواكب معنا الرحله هذه، طبعا الجماهير الانغوليه قبل ما تدخل للملعب استاد هذا زاد هذا داخل الملعب في وسط الملعب. تو باش نمشيو هذا الميداليين به، ميداليين اللي بشابتو في وسط الملعب. هاو تبعوا الميداليين، هذا ميدالي الاولاني اللي هبط في وسط الملعب، وطبعا نتمناو له الشفاء العاجل. هذا الميدالي الثاني اللي بيهبط في وسط الملعب كذلك، ها يهبط خارج الملعب تماما، والجمهور قاعد يتابع يعني الفرجه الكل ولات خارج الملعب. الميدالي كيف خارج الملعب. ثم هذا المثالي عندهم وزنه كفاه وزنه مليح وين باش يمشي في الجمهور. ثم مثالي واحد هبط في وسط الملعب جاب ربي ما طاحش عليه. اي هو اللي عنده شو كذا الالوان الترجي يعني. هو الوحيد اللي هبط في وسط الميدان. هذه لقطات لكن توا نخليكم تكتشفوا لقطة اللي سبقت الهدف التعادل نتاع الترجي الرياضي التونسي. خليوا الناس يواكبوها صورة وصوتا. طبعا اللقطات نتاع اخر المباراة، روح رياضية بينكم وبين الفريق الانغولي.